لا حول ولا قوة إلا بالله وعباده تصلي على نبية الشعر وصلني الحاجة تصعب إنها توصلني لها رجلية حينما سطر هذه الكلمات لم يكن يتوقع إلى أين سيذهب به شعره فقد كانت قصيدة الياسمين التي كتبها بعدما يعرف بالربيع العربي طريقه إلى السجن الشاعر القطري محمد بن راشد العجمي المعروف بابن الذيب الذي تلقى حكما بالسجن المؤبد ثم خفف الى 15 عاما بعد ادانته بتهم التحريض على النظام وانتقاد امير البلاد واساءه استخدام الدستور. اطلق ناشطون حمله لاطلاق سراح العجمي تهدف الى اطلاق سراح الشاعر بشكل غير مشروط كما تعمل على تشكيل اعضاء من محامين وحقوقيين واعلاميين وتكون آلياتها التعاون والتعاطي مع الحكومات الغربية والعربية والمنظمات المدنية والجمعيات الثقافية. كانت الحكومة القطرية قد واجهت انتقادات كثيرة بسبب قضية العجم، إذ يرى المنتقدون أن قطر هي أكبر داعم للثورات العربية، فكيف يسجن فيها شاعر لمجرد تعبيره عن رأيه؟ فيما يرى البعض أن مثل هذه الأحكام هي محاولات لقمع أي إصلاح داخلي. أما المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية فاعتبرت العجمي سجين رأي عام ما زالت قضية العجمي موضع اهتمام الشارع القطري الذي تتعلق أعينه بالفترة المقبلة وما تحمله له من تغيير حينما يتنازل أمير البلاد حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم لابنه وولي عهده